وبالعودة إلى موضوع حادثة اصطدام القطارين في سوهاج في مصر، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة عبد الرحمن فارس، الصحفي المصري. أهلا بك سيد عبد الرحمن. يعني في بعد هذه الحادثة، الكل يتفق بأن شبكة سكك القطار الحديدية تحتاج إلى تأهيل، ولكن إلى الآن لا يوجد أي خطوات عملية في هذا الاتجاه. ما تعليقك بعد هذه الحادثة؟ تحياتي للجميع. أولا يعني خلف التعازي للأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء للمصابين، وخلف التعازي يعني للشعب المصري كله. حوادث القطار في مصر لم تنتهي، يعني في نزيف سكك حديد بقاله سنين طويلة ومش عارفين ده هيخلص امتى. الحاصل طول الوقت انه الدولة مش بتحاول تتحلى بالمسؤوليه بشكل مباشر. احنا سمعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي من حوالي سنه ونص او سنتين، وهو بيقول انه لما اتسال على تطوير السكه الحديد قال هتتكلف مليارات، بس انا هحط المليارات دي في البنك وتجيب لي دخل احسن. وده هنا لب المشكله في تقديري، انه طيب الدوله مش بتتحلى بالمسؤولية الكافية، لكن نأمل هل إنه هذا تتحدى يعني دي، خاصة ينسحب إنه على كل الأنظمة الحكم السابقة في مصر؟ لأن هذه المشكلة قديمة، هي ليست المرة الأولى التي تحدث الآن في عهد عبد الفتاح السيسي، حدثت سابقا وبشكل دائم ومتكرر. صحيح هي مشكلة متكررة، وزي ما أسلفت إنه هي بقالها سنين طويلة جدا ومش عارفين هتخلص إمتى. لكن دلوقتي إحنا المفروض داخلين على، أو يعني النظام بيتحدث عن تطوير في كل الأمور، لكن الواضح إنه في الأمور المتعلقة بالناس بشكل مباشر مفيش أي تطوير. لكن نأمل إنه، خاصة وإنه الرئيس كتب في تغريدة أو في بوست ليه على الفيسبوك وعلى تويتر من شوية إنه هيتم التعامل بمسؤولية وهيتم محاسبة المقصر وكل مسؤول هياخد جزاؤه. فأتمنى إنه ده المرة دي يبقى حقيقي، بس ما تقفش عند موضوع المحاسبة وتتنقل، يبقى في نقل لتطوير السكة الحديد بشكل مباشر، لأنه مش معقولة إنه كل يعني حوادث القطار بتحصل تقريبا كل كام شهر كده في حادثة، فمش هنبقى مستنين كل مرة إنه يسقط عشرات القتلى بسبب الإهمال، وبعدين نتكلم عن المحاسبة بس ما نتكلمش على التطوير. نعم، شكرا لك عبر الهاتف من الدوحة عبد الرحمن فارس، الصحفي المصري، على هذه المشاركة.